فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التبرك بمسح منبره؟ مسجد بمسح منبره، التبرك بمسح المنبر وتقبيل حجرة. المنبر مخلوق طين، إنما يتبرك بما انفصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، من الشعر، من ما انفصل من الشعر، من العرق، فهذا الذي يتبرك به. أما ما كان ليس منفصلا من جسم الرسول هذا لا يتبرك به. نعم.